خلينا نبدأ بمقارنة ما بين مستر مارتن لاسارتي وكابتن رمضان السيد في نادي الأهلي ونادي النجوم. طبعا يعني كابتن رمضان السيد لسه متوليهم المباراة اللي فاتت بس، وخسر من الاتحاد السكندري، كان أول مباراة ليه. يمكن هو النجوم غيره، ده المدرب الخامس. يمكن أول واحد مسكهم كان علاء حسب الله، كابتن علاء حسب الله، بعد كده كالديرون، بعد كده كابتن أحمد سامي، بعد كده كابتن مؤمن سليمان، وده المدرب الخامس. طبعا الأرقام، الفرق طبعا كبير ما بين النادي الأهلي والنجوم أكيد، ولكن علينا رقم واحد كده باحترام الخصم. دايما لازم تحترم خصمك دايما، حتى لو المنافس اقل منك على المستوى الفني، لكن لازم احترام الخصم. ده شيء مهم المشكلة. جدا. المباريات المشكله دايما بتبقى في مثل هذه المباريات. احنا بنشوف الدوري الانجليزي، بنشوف مانشستر سيتي، بنشوف ليفربول، بنشوف بارح. الفرق دي دايما بيحصل تعثر قدام الفرق اللي هي بتنافس على الهبوط. بيبقى عندهم حاجتين، بيبقى اول حاجه ان انا ممكن اكمل في الدوري، وان انا ده الامل الاخير ليا، وبيبقى هو بيلعب خلاص انا هنزل درجه ثانيه وعايز يكمل في الممتاز. الحاجه الثانيه ان اغلب اللعيبه هناك بتبقى عايزه تسوق نفسها، اللي عايز بقى يروح بالزبط. نادي اقوى، عايز يروح نادي في الدوري في المركز الرابع في الخامس، او يعني بحيث ان هو ما ينزلش درجه ثانيه، فدي بتفرق معاه جدا. او كما تم الاتفاق مع كابتن رمضان السيد ان هو هيكمل الموسم اللي جاي، ففي لعيبه برده عايزه تكمل. هو هيبني فرقه بقى، يعني كابتن بالزبط. رمضان السيد كمان هيبني فرقه بيمسكهم من بدري.